وللمتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد والمنسق العام لتيار الإصلاح الحر. سيد رضا، بعد التحية، أهمية القرارات التي اتخذها الرئيس اليوم للتخفيف عن المواطن في تحمل الأعباء المعيشية. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. طبعا توجيهات السيد الرئيس بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه. طبعا شملت زيادة في الأجور في الدولة وأصحاب المعاشات ورفع حد الإخفاء الضريبي للمرة الثانية، لأن تم رفعها في المرة الأولى أثناء الحوار الوطني، ثم يعاد رفع حد الإخفاء الضريبي مرة أخرى. كل هذه قرارات بتؤكد حرص السيد الرئيس على تحقيق الأمان الاجتماعي للمواطن المصري على كافة المستويات، أيضا توفير حياة كريمة للمواطنين. وأن القرارات اللي صدرت أنا بعتبرها قرارات الحماية الاجتماعية تاريخية في ظل هذا الوقت، لأنه السيادة السياسية لديها إدراك ووعي لحجم التحديات والأعباء اللي اتفقع على كاهل المواطن المصري. في ظل موجات من التضخم وارتفاع الأسعار بنشهدها داخل الدولة المصرية، أيضا أن الدولة المصرية لم تخسر تحسين أجور المواطنين رغم الأزمات الاقتصادية اللي أثرت علينا وعلى دول العالم جميعا. أيضا القرارات جت في وقت صعب جدا، لأنه هناك أزمة عالمية طاحنة، هناك حروب ونزاعات في الإقليم. كل هذه الأمور أدت إلى وجود أزمات اقتصادية للعالم كله وليس مصر فقط، ولكن الضغوط على مصر أشد شوية لأسباب سياسية، وبالتالي كان قرار السيد الرئيس حكيم في ذلك الوقت، وكان قرار هام جدا لرفع الأعباء والضغوط على المواطن المصري، رغم أن هناك ضغوط على الموازنة العامة وارتفاع في معدلات التضخم في مصر وعالميا، ورغم الأزمات الاقتصادية. كل هذا إلا أن السيادة السياسية والدولة المصرية بتمضي بثبات نحو استقرار الدولة المصرية وتحقيق حماية اجتماعية للمواطنين، وأيضا غطاء أمان وحماية للطبقات الفقيرة. نعم، بالتأكيد هذا هدف برامج الحماية الاجتماعية بشكل عام. التكلفة التي سوف تقوم بتحملها الدولة كما تفضلت رغم الأوضاع العالمية المحيطة، إلى أي مدى تعطي دلالة هامة أن المواطن يبقى دائما في أولوية اهتمامات الدولة؟ طبعا التكلفة زي ما قلت لحضرتك في ظل الظروف الاقتصادية بتدي مؤشر داخل الدولة المصرية أنه رغم كل التحديات ورغم كل الصعوبات ورغم كل المؤامرات اللي بتحاك بالدولة المصرية ورغم الظروف العالمية والضغوط السياسية الشديدة على الدولة المصرية، إلا أن الدولة المصرية بتمضي قدما تحت قيادة سياسية حكيمة في الاهتمام بالمواطن المصري وتحقيق ليه حياة كريمة وتحقيق تكافل وكرامة ورفع أعباء كثيرة على المواطن المصري. نعم. ده بيعني أنه ده ليه معنى ودلالة أنه ده اصطفاف من الدولة المصرية حول القيادة السياسية، وأيضا تقدير من القيادة السياسية لما يتحمله الشعب المصري. زي ما السيد الرئيس قال أن أنا بشكر الشعب المصري وأنا عارف أنه تحمل الكثير والكثير، إذا ده كلام حقيقي لأنه بيبان في ردة الفعل في هذه القرارات، قرارات الحماية الاجتماعية اللي بيصدرها السيد الرئيس. ده بيعني انه السيد الرئيس موجود على الارض، وانه الدوله المصريه شايفه، وان القياده السياسيه حاسه بالمواطنين قوي ولديها صدق وقناعه تامه ان المواطن المصري يتحمل الكثير والكثير، وانه يجب رفع الاعباء ويجب المسانده معاه في غلاء الاسعار والتضخم المستمر. كل هذا بيعني ان الدوله المصريه مهتميه بالمواطن المصري مش من اولوياتها فقط، ولكن ده الشغل الشاغل للقياده السياسيه، لان هو دايما يقول احنا بنعمل من اجل المواطن المصري ومن اجل الطبقات الفقيره والطبقات المتوسطه والطبقات الاكثر احتياجا ورعايه. كل ده بيعني ان القياده السياسيه عارفه ان ده بيمثل 80% او اكثر من الشعب المصري، وبالتالي الاهتمام بيهم ده أمر طبيعي، لأنه ده مقدراتهم وملكهم وده حقهم داخل الدولة المصرية، والقيادة السياسية بتعترف بهذا وبتقر هذا دائما. وبالتالي حرص القيادة السياسية على أنها ترفع الضغوط والأعباء الاقتصادية على المواطن المصري
حرصا منه على انه المواطن تحمل الكثير والكثير وسيتحمل في الفترات القادمه، لانه وجود نزاعات في الاقليم ووجود حروب والضغط علينا في رفح والضغط علينا في البحر الاحمر، كل ده اثر على الدخل الموجود بالعمله الصعبه للدوله المصريه، واثر على ايرادات الدوله المصريه والاقتصاد المصري، وبالتالي بيشعر بيه المواطن المصري في صوره اسعار وان السلع مش موجوده وان السلع غاليه، وبالتالي القياده المصريه تعرف ده وحاسه بيه، وبالتالي صدرت هذه القرارات في ظل ظروف اعتقد تحدي قوي جدا، في ظل ظروف اقتصاديه صعبه، في ظل ازمه في الموازنه، في ظل ازمه في الاقليم، كل ده بيعني ان القياده تعودت على التحديات وتعودت على مواجهه التحديات باصطفاف الشعب المصري حولها، والقرارات دي كانت تقدير للجهود الوطنية. وبالتاكيد سيد رضا، يعني هذا الاصطفاف خلف القياده هو دوما الرهان الذي نكسبه دائما، وهو وعي الشعب المصري. طبعا ده الرهان، وده اللي دايما الاستاذ الرئيس بيعول عليه، ودايما الشعب المصري ما بيخذلوش، لانه الشعب المصري يعلم ان الاستاذ الرئيس صادق، وان الاستاذ الرئيس ما عندوش شغل شاغل الا الدوله المصريه وامن الدوله المصريه والحفاظ على الوطن والحفاظ على راحه المواطن المصري، وانه يعيش في حياه كريمه وحمايه اجتماعيه، وان الدوله توفر له اقصى ما في وسعها من اجل هذا الهدف. وبالتالي كانت هذه القرارات، خدمه هذه القرارات اللي بتكلف الدوله ارقام كبيره في ظل التحديات الاقتصاديه، حرصا من السيد الرئيس على حمايه المواطن المصري، خاصه احنا داخلين على شهر كريم، فكان المواطن بيسال هنعمل ايه في الايام الجايه، هنعمل ايه، فكان رد السيد الرئيس وكانه بيسمع صوت المواطن المصري، فالسيد رئيس عمل ووجه وقدر قرارات الناس. نعم، وضحت فكرتك، خاصة أنك تحدثت أيضا عن التوقيت مع قرب شهر رمضان الكريم. أشكرك أستاذ رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد والمنسق العام لتيار الإصلاح الحر.